عودة مرة أخرى مشاهدينا. فقرتنا الحالية هتكون عن الأنشطة الرمضانية والثقافية والتعليمية خلال شهر رمضان الكريم بجامعة حلوان. هيكون عندنا هذا الحوار مع دكتور عماد محمد حمادة محمد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين جميعا يا رب إن شاء الله. الحقيقة دايما بنجد إنه جامعة حلوان بتقدم عدد كبير جدا من الأنشطة الرمضانية للطلاب، حابين نحن نتعرف على الأنشطة. هو اهم الانشطه، احنا امبارح كان عندنا افطار مع الطلبه الحمد لله. طب ده حلو جدا. كانت عاملاه اسره من اجل مصر المركزيه. كويس. كنا عاملين فطار لجميع الطلبه والصدى على التدريس امبارح. ده نشاط الحمد لله بنعمله سنويا. حلو. عندنا برضو الانشطه في مسابقه انت النجم برضو بنعملها سنويا. هيل. وكانت موجوده، كانت التصفيات بتاعتها خلال اول حوالي 5-6 ايام كان في شهر رمضان، كانت التصفيات النهائيه ليها. عندنا برضو مسابقات في كرة القدم ما بين الكليات وبعضها، برضو كان عندنا آخر حاجة من خلال برضو أيام قليلة جدا النهائي كان ما بين هندسة حلوان وهندسة المطرية، فرقتين من قلب الجامعة. ده حلو ده. فدي أنشطة عندنا في الجامعة، دي كلها كانت أنشطة طلابية. أكيد. عندنا في قطاع الدراسات العليا كان عندنا برضو شوية أنشطة كويسة جدا الفترة اللي فاتت دي. كان عندنا بنعمل جوائز النشر الدولي للجامعة كلها، وبتشترك فيها كل الكليات، الكليات الأكثر نشرا، الأقسام الأكثر نشرا، الأفراد الأكثر نشرا. في مين الكليات بقى الأكثر؟ كلية العلوم. كلية العلوم أكثر الكليات نشرا. حضرتك متحيز ليهم بقى؟ لا والله، لا أنا متحيز لجامعتي، أنا مش لكليات الحقيقة يعني. برضو بنعمل مسابقة أحسن رسالة ماجستير، أحسن رسالة دكتوراه، شخصية العام. فدي كلها كانت الفترة برضو يمكن خلال أول يومين في شهر رمضان ده، كان الجوائز دي قدمناها باحتفالية، كانت احتفالية كويسة جدا. ده كانت جوائز أفراد، فبرضو عندنا جوائز أفراد، جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة التشجيعية، جائزة الرواد للجامعة، جوائز في الفنون. فالحمد لله كنا عاملين شوية أنشطة قيمة جدا في شهر رمضان الحمد لله. طيب عايزين نعود مرة أخرى بقى بالنسبة للدراسة في شهر الصيام، يمكن المحاضرات مدتها بتكون أقل شوية، حضرتك بتقولي 3/4 الوقت تقريبا او هو تنتين الوقت تقريبا. يعني احنا طبعا بنخفض الوقت عشان ابنائنا الطلبه يرجعوا، انت عارف حاجه برضو الوقت اللي هو قبل الفطار بساعه او ساعتين وقت الزور بيبقى يعني يلحقوا يرجعوا برضو البيوت بتاعتهم، ويرجع حتى على الاقل مرتاح يعني ما يرجعش بسرعه قلقانين عليه. فبنخفض بعض الوقت شويه، وبنبتدي برضو الصبح يعني متأخر سنة برضو عن يعني مواعيد 8، بنبتدي 8:30، بنحاول ننهي اليوم بالضبط تماما على الساعة 4. حلو جدا. طيب بالنسبة للأنشطة الثقافية اللي بتقدمها الجامعة طوال شهر رمضان، احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك مسابقه انت النجم دي مسابقه ثقافيه اللي بيشترك فيها جميع الطلاب، وبنعملها مسابقه ما بين الكليات كمان يعني، دي كمان ما بين الكليات، ما بين سبقه ما بين الكليات. لكن مثلا في مثلا حاجه زي مثلا معلومات مثلا عن شهر رمضان، مثلا حاجه ندوات بقى. ندوات، حاجه زي مثلا المعلومات التاريخيه مثلا عن الاثار الاسلاميه، يعني حاجه يعني بنعمل ندوات دينية بس برضو تثقيفية يعني أكتر منها. بنعمل ندوات دينية، ده برضو يعني بنحاول إن احنا كل سنة نعمل حاجة دينية قيمة برضو تليق باسم الجامعة. أما المسابقات الثقافية دي لا، حاجة دي شغالة على طول يعني، احنا حتى غير شهر رمضان، لا احنا بنثقف الطلبة اللي عندنا في الجامعة في كل لجميع العلوم بالمناسبة. مش ما بنهتمش بحاجة ونسيب حاجة يعني، ودايما على فكرة بيفوز بالحاجات الثقافية دي الطلبة اللي هم من الهندسات، من العلوم، من الطب. غريبة جدا رغم ان هي كليات عملية اكتر، بس بقى بتوع الفنون عندهم برضو
ملعب كبير برضو بتاعهم وقابل نعمل لهم برضو مسابقات احسن لوحه، وكان لسه برضو في شهر رمضان طبعا فنون جميله وفنون جميله والتطبيقيه والتربيه الفنيه طبعا. لا حاجه كويسه جدا. وعندنا في جامعه حلوان كليه التربيه الموسيقيه فيها كورال كويس جدا. اكيد امبارح كان بيحرن الحفل الحمد لله، كان حاجه جميله ما شاء الله يعني. طيب خلينا ننتقل الى جزئيه التعليم بقى والتكنولوجيا. هل متاح مثلا حاجه مخصصه لشهر رمضان مثلا بالنسبه للانشطه؟ هو حضرتك احنا برضو بنسمح بشهر رمضان، لان احنا عندنا اللوائح دلوقتي خلال التعليم المزدوج ان ممكن يبقى فيه محاضره الطالب ياخدها اونلاين وهو قاعد في البيت. اذا امكن ان احنا نعمل كده بنعمل كده، ما بنتاخرش الحقيقه يعني. وخاصه في كليات التجاره برامج البي اي اس والاف ام اي، لو بنقدر برضو ان احنا نعمل التعليم المزدوج واللائحه بالمناسبه بتسمح بكده كويس. او في كليات كتيره جدا لوائحهم بتسمح، فبنقدر نخلي يوم مثلا ان الطالب بقى قاعد اليوم كله في البيت ياخد جميع محاضراته وهو في البيت، فده بتبقى كويس. حاجه كويسه كويس جدا. طيب بالنسبه بقى للتعاون جامعه حلوان مع الجامعات على مستوى اوروبا، يمكن في اكتر من بروتوكول تعاون ما بين جامعه حلوان والجامعات في المانيا. احنا الحمد لله عندنا في برنامج كويس جدا اداره التعليم الدولي، ده ما بين جامعة حلوان وجامعة ليتفسبرج في ألمانيا. وده كان عندنا حفل التخرج لسه من حوالي أسبوعين، كنا عاملينها في جامعة حلوان وكان الوفد الألماني أو الجانب الألماني كله كان موجود، والحمد لله خرجنا أكتر من 19 دارس. بالمناسبة احنا بنقبل طلبة من جميع دول العالم، يعني عندنا من مصر، عندنا من الدول العربية، عندنا من أمريكا، كان عندنا من كندا، كان عندنا من فنلندا، كان عندنا من انجلترا، طلبة ألمان برضو من كل جنسيات العالم. صحيح. الحمد لله كان عندنا حوالي 28 جنسية موجودين. ده على جميع المستويات. أكيد. لكن احنا السنة دي خرجنا 19 ستودنتس، ال 19 دول بالمناسبة كانوا كلهم جنسيات مختلفة. كويس جدا يعني في تنوع. فكان يعني 19 دولة موجودين معانا. البرنامج ده الطالب بيدرس في مصر اسبوعين وبيدرس في ألمانيا اسبوعين، وما بينهم يبقى دراسة اونلاين، بياخد ماجستير في إدارة التعليم الدولي. طب حاجة حلوة جدا. جداً. دي حاجة جداً. جميلة جدا، ويعني إتاحة للتعرف على ثقافة الآخر وثقافة الغير يعني، ودي يمكن من الحاجات الجميلة جدا لتوسيع المدارك. هو بالمناسبة احنا حاجة المستهدف من البرنامج ده ما هوش حاجة مادية قد ما إن الطالب يجي يشوف مصر ويشوف يتعرف على مصر. الشعب المصري. صحيح. والثقافة المصرية. صحيح. والحاجات ده شيء جميل جدا الحقيقة، والواحد بيستمتع بالأسبوعين اللي هو بيقابل فيهم الطلبة طبعا. هنا طبعا. سواء في هنا أو في ألمانيا بالمناسبة. أكيد. برضو أكيد. والأساتذة الألمان، وهو برنامج متميز جدا الحقيقة في جامعة حلوان. أكيد تفضل. يمكن يعني جامعة حلوان بتمتاز إن هي عندها تنوع في الكليات، وبالتالي كمان بتهتم جدا بالعلماء، وبيكون عندها احتفال خاص بعيد العلم بيتم كمان تكريمهم. احنا السنة دي عملنا قبل رمضان بيوم تقريبا احتفالية كبيرة جدا، كرمنا فيها كل علماء جامعة حلوان المتميزين، سواء اللي حصلوا على جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة التشجيعية، جائزة التفوق من الجامعة، جائزة رسالة أحسن دكتوراه، جائزة أحسن رسالة ماجستير، حتى بنكرم أوائل يعني الشباب اللي هم لسه بقى طالع بيعمل رساله كده يفرح قوي يتبسط جدا. الرساله بتاعته احسن رساله ماجستير. طبعا ده طبعا معنويا. بالمناسبه احنا بندي رساله احسن ماجستير لاكثر من دارس، سواء في قطاع العلوم، قطاع الفنون، يعني الدراسات الانسانيه، الدراسات العمليه، قطاع الطب والصيدله، يعني فده جزء. عندنا برضو رساله احسن دكتوراه بنديها للثلاث قطاعات نفس الكلام. عندنا برضو العلماء بنجزأ الجوائز دي بالمناسبة يعني عشان يبقى التنافس في قلب القطاع نفسه يعني. ده مش حاجة حلوة جدا. بيتقدم لنا تقريبا كل سنة حوالي 150 متقدم لهذه الجوائز، وبفضل ربنا هي عملت إنجاز كويس جدا في جامعة حلوان، قدرنا من خلال كده ان احنا نرفع رانك الجامعة من خلال النشر الدولي. دي بتفرق كتير جدا. طبعا. ويمكن احنا برضو في جامعة
جامعه حلوان بنصرف كتير على النشر الدولي، سواء مكافئات بندي مكافئات كويسه جدا يمكن بتوصل مكافاه للبحث الواحد لما ينشر في مجله كيو 1 او كيو 2 ممكن يوصل لحوالي 20,000 و30,000 جنيه ده حاجه كويسه جدا في جامعه حلوان بنعملها. ده حقيقي. احنا برضو الحقيقه عندنا بنطرح مشروعات بحثيه بقى ده شيء مهم جدا. انت عارف حاجه المشروعات البحثيه ممكن يكون دولية أو تبقى مشروعات بحثية من عندنا من مصر، لكن احنا عندنا SDF بيدي مشروعات بحثية، أكاديمية البحث العلمي بتدي مشروعات بحثية، راسموس ده أوروبا بتدي مشروعات بحثية. صحيح. لكن احنا عندنا متميزين ان احنا عندنا صندوق البحث العلمي في قلب جامعة حلوان. بنعمل من خلال الصندوق ان بنطرح أكتر من كول في السنة للمشروعات البحثية. هل بيبقى فيه يعني شروط ومواصفات للتقدم للمشروعات البحثية دي؟ هو طبعا احنا بنحكم المشروع يعني هو الأول بنطرح الكل بصفة عامة للدراسات الإنسانية والفنون والدراسات الطبية وكلية العلوم. بعد اتفضل. بيبتدي يقدمه، بعد كده بنعمل بنحكم بقى المشاريع دي كلها وبننقي منها. طبعا احنا بنمول يمكن سنويا بحوالي 6 مليون جنيه للمشروعات البحثية خلال الكل الواحد، يعني ممكن نطرح اكتر من 2 كل في السنة، يعني بحوالي 12 مليون جنيه في السنة. بعد ما بنحكم المشروع بنبتدي بقى نديله الفند بتاعه يشتغل. حلو. طبعا بيبقى لنا اوتكمز هتخرج من المشروع ده، سواء بقى الاوتكمز ده ان احنا طلبنا منه بحث معين، براءة اختراع، فده من خلال صندوق البحث العلمي. متميزين الحقيقه فيه في جامعه حلوان بالصندوق ده. بالنسبه للجوده، يمكن جوده التعليم مشهوره جدا جدا في جامعه حلوان ويمكن يعني متطبقه في كل المراحل التعليميه حتى في يعني الاندر جرادويت، وبنقول انه هناك اكثر من تعاون ما بين جامعه حلوان حتى والجامعات الاخرى المصريه. احنا طبعا عاملين بروتوكولات كتيره جدا ما بين جامعه حلوان وجامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه المنصوره وجامعه اسكندريه، بروتوكولات تعاون بنستفيد من الخبرات اللي عندهم ومن المعامل عندهم ايضا، وهم نفس الكيس حتى على مستوى الطلبه في تعاون ما بين الجامعات دي كلها. بالمناسبه حتى اللي احنا مش عاملين معاهم بروتوكول برضو في تعاون موجود طبعاً. بطريقه او باخرى أكيد. من خلال مناقشه الرسائل، تحكيم الرسائل، الاشراف على الرسائل العلمية، فده موجود عندنا في جامعة حلوان. احنا بقى عندنا حاجة جديدة الحمد لله لسه عاملينها من حوالي فترة صغيرة جدا، ان احنا عملنا بروتوكول ما بين جامعة حلوان وجامعة يوروب في ألمانيا. طب ده حلو قوي. وبرضو بالمناسبة دي عملنا حوالي سبع برامج مشتركة بيننا وبينهم. يبقى في جوينت ديجري يعني درجات مشتركة ما بيننا وبين جامعة يوروب، يعني دي زي الإشراف المشترك. بس هي بقى برنامج إيه الاختلاف بقى؟ بياخد شهادتين، شهادة من جامعة حلوان وبياخد شهادة من جامعة دي طبعا بتمكنه ان هو يقدر يسافر كويس. دي اعتقد ان هي ما كانتش موجودة في الجامعات الحكومية. لا ما كانتش موجودة الحقيقة. ويمكن جامعة القاهرة عاملة بروتوكول مع جورجيا في التجارة. صحيح. للتجارة. لكن احنا عملنا حوالي 4-3 في كلية الفنون التطبيقية، واحد في الفنون الجميلة، وعملنا واحد في كلية التجارة، وعملنا في كلية الحاسبات والمعلومات. طب ده حلو جدا. ده يعني معناها انه الدرجة العلمية اللي انا بحصل عليها هي نفس الدرجة اللي انا ممكن احصل عليها من الجامعة يوروب في المانيا. يوروب في المانيا. دي تبع الاتحاد الاوروبي مثلا؟ طبعا. وجامعة ليها رانك كويس. طب دي حلوة قوي دي. مفيدة جدا. برضه حضرتك بدل ما الطالب يطلع يتعلم بره، طب ما انا بعلمه هنا وبرضه نفس الكلام انا بستفيد بالجامعه اللي بره من خلال الجوينت ديجري. لو الطالب عايز يسافر بره عايز يطلع يعمل ماجستير يعمل دكتوراه، هو معاه شهاده معتمده معاه سيرتيفيكيشن من الجامعه دي اللي هو كانه اتخرج منها تماما. أكيد. دي أعتقد أن هي هتكون يعني فرصة جيدة جدا للاطلاع كمان على ما هو جديد في مجال العلم على مستوى العالم. يعني أنا بشوف أن الطالب في الحالة دي بيتعرف على ثقافة وعلم يعني أوروبا، وبالتالي هو بيكون عنده شغف أن هو يعرف أكتر وأن هو يتعلم أكتر ويكون عنده معلومات أكتر، وأعتقد أن المنافسة هتكون أصعب.
وحتى حاجة برنامج إدارة التعلم اللي هو بين جامعة حلون وجامعة ليدفيزبرج بيدرس فيه ألمان وإنجليز. صحيح صحيح. فكون إن الطالب يحتك بأكتر من أستاذ، أستاذ مصري، أستاذ ألماني، أستاذ إنجليزي، لا برضو دي بتنمي مهارات عنده. طبعاً بتفرق. بتخلي عنده مهارات كويسة جداً في الجزء، وبيتعلم كويس بالمناسبة. ده حقيقي فعلاً. ده حقيقي. كمان أعتقد أنه كمان التخصصات المتاحة ليها، يعني موضوع التعاون أو الشهادات اللي هي بيكون فيها التعاون ما بين جامعات في ألمانيا، بتكون يعني مجالات جديدة، يعني غير موجودة في الكليات الموجودة بالفعل. هو احنا لازم نعمل برامج، دي حاجة لازم تكون برامج متميزة تخدم سوق العمل. يعني ده هي فلسفة ان انا اعمل برنامج خاص او برنامج دولي. وانا بعمل برنامج يخدم سوق العمل. فلازم البرنامج ده يكون برنامج متميز، مبني على اساسيات جديدة، مبني على نظريات جديدة، مبني على افكار جديدة. فهو ده الفكرة بتاعتها في البرامج دي كلها. انطباعات الطلاب بقى بعد الانشطة الثقافية اللي بتقام خلال شهر رمضان؟ لا مبسوطين جدا. عايزين الموضوع يكمل. عايزين يعني هو الطالب مبسوط جدا بالانشطه دي. بس هو حقيقه واجب تتعمل. واجب نقرب الفجوه ما بين الاستاذ وما بين الطالب. لازم الطالب ده وده موجود في اوروبا على فكره، موجود في كل حته. في اوروبا يعني عادي جدا ان ماتش يتلعب ما بين يعني الدكاتره والطلاب، موضوع عادي جدا. لا طبعا عادي جدا يعني، وده لازم يبقى موجود في مصر عندنا. يعني لازم يبقى موجود، لازم الطالب يحس بشكل بسيط للحياه خارج التعليم. يعني في الاحترام والتقدير وكل حاجه، لكن ده يعني نوع من التقارب. كنا زي دايما نقول على اساتذتنا كده، كنا نهابه ونحترمه. انا بخاف منه واقدره، بس بحترمه وبحبه. صحيح. ولازم كده. واذا ما تواجدتش المعادله دي ما بين الطالب ومن الاستاذ، العمليه يبقى مش مظبوطه، عمليه تعليميه غير سليمه. لازم يبقى الطالب قريب من الاستاذ، الاستاذ حاسس بيه. يعني هو الاستاذ مش داخل انا بديله علم وامشي، لا ده انا قدوة بالنسبة له. لازم يحس ان انا قدوة بالنسبة له. ده حقيقي. دكتور عماد، يمكن حضرتك اشرت الى اكتر من جانب، موضوع التعليم، تكنولوجيا، الدراسات اللي فيها نوع من يعني التعاون ما بين جامعات في اوروبا او جامعة اوروبا في المانيا، وبالتالي احنا بنتكلم على يعني توسيع المدارك بالنسبة للطالب، توسيع الافق ايضا من جانب الجامعة لتوسيع نطاق الدراسات بشكل عام والتخصصات، ويمكن ده يعود على سوق العمل بشكل جيد. زي ما قلت لحضرتك برضو، هو البرامج اللي احنا بنعملها دي هي في الأول وفي الآخر برامج بتخدم سوق العمل. كنا أنا بجيب لها أكتر من مدرس من أكتر من مكان، يبقى أنا بدي للطالب ثقل في الجزء، سواء بقى البراكتيكال اللي هو اللي أنا بدربه كويس، أو إن أنا حتى بعلمه كويس. أكيد. فالجزئيتين دولت لازم يكونوا متوفرين للطالب. والبرامج دي بالمناسبة زي ما قلت لحضرتك احتكاك ما بين الطالب وما بين جنسيات مختلفة. جنسيات مختلفة. الحقيقة احنا يعني بجد تشرفنا بحضرتك ونورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب، ومزيد من النجاح لجامعة حلوان. بشكر حضرتك جدا دكتور عماد محمد حمادة محمد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، والسادة المشاهدين طيبين وبخير يا رب إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا حضرتك. شكرا. بشكر حضراتكم، وغدا إن شاء الله فريق عمل آخر بنصبح عليك، وإلى اللقاء.